ليش ما بدكن يكون عندكن ولد بهي الحياة يصلي ويدعي على قبركم بس تموتوا؟ فهموني ليش؟ فادية؟ فادية؟ حياتي؟ حياتي؟ خفلتي وانتي ناطرتيني؟ شفت حلم كتير غريب، ولد صغير وبمكان معتم بيشبه البير، عم يمدلي ايده كرمال طلعه. مديت له ايدي. طلعتي؟ لما كنت عم طلعه انت فيقتني. عن جد غريب. يلا قومي نامي جوا. توفيق، ليلي حبيبتي، موعدنا الصبح صح؟ ايه، بكرة الصبح رح تعمليها. تمام. فادية، كنت عم فكر، يا ترى عم نتصرف صح؟ من شوي كنت بالمقبرة وشفت رجال سكران طلب إنه أقرأ لأبوه قرآن، كان عم يبكي مثل الأولاد. كنت عم أقول إذا نحن متنا حدا بيقرأ قرآن على قبورنا؟ ولا ما في حدا يزورنا حتى ليقرأ لنا؟ ليكي، رغم إنه سكران نفذ وصية أبوه. منيح. الله يختار الخير. شو صار؟ بطلت الدور، بس مو مبين فيها شي. مجبورين نمشي. ماشي. Thank you.
فادية؟ توفيق؟ شو بدك تقولي؟ أنت شو بدك تقول؟ مين أنا؟ شغلة. أنت قلي لي. أنا حبيبتي، على الأغلب نحن عم نتصرف غلط. أمي معها حق، نحن مصرين نقتل هالروح. خلينا نتراجع، شو رأيك؟ خلي هالولد يجي. بسبب دموع سكران ونصايح أمي، منشكر الله ألف مرة إنه تحرك إحساسنا وقالت لنا لا تخافوا، لا تخافوا من الجوع، لا تخافوا من تأمين المصروف، لا تستسلموا للخوف وتقتلوا ابنكن. وبدون ذرة شك وكل حواسي خلوني اسمع كلمة أمي، الله بيخلق كل مخلوق مع رزقه. توفيق، توفيق وين كنت كرمال الله؟ منيح شفتك هلأ. خير إن شاء الله. بعت لك مديرنا هدول السندات للقماش، بده 50 لفة. 50 لفة؟ ما بعرف شو صار لغير رأيه فجأة، رح يضل يشتري منك دائما، ورح يبعت لك دفعة مصاري. عندك بضاعة ما؟ في بضاعة مليان. ممتاز، رح تجيك الطلبات. عندي كتير 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 كتير. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.